وتنام الضحك على البلد
وعيون الأزهار سمع وأمانتها تحت الكون والرزق يدوم لصاحبه والخلق يطير لنا رهين والرزق يدوم لصاحبه والخلق يطير لنا رهين وابي بكر في سيرته ولسان مقالته الليل وابي حفص وكرامته في قصه ساريه الخلد وابي حفص وكرامته في قصه ساريه الخلد وابي عمرو بن نورين المستحيي البيت وابي عمرو بن نورين المستحيي البيت وابي حسن سمعن الى وابات اسحائي الخلي على الصدقين وامهما وجميع الال من جلدهم وابي حسن سمعن الى وابات اسحائي الخلي على الصدقين وامهما وجميع الال من جلدهم وعلى الأصحاب بذلته سجلوا الأموال مع المهج وعلى أتباعهم العلماء بعوارف دينهم الدلج واستمع من الخواص يكون غدا في الحشر نجيما يكون غدا في الحجر نجيما يختم عملي بخواتيم يكون غدا في الحجر نجيما يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج